أخبار اليوم. أنا خايف على لأن كله بكل الشعب المصري بياكل من الخضار ده. مصرف كوتشينر ده يا جماعة أكبر مصيبة ومحدش بيدور عليه. أنا كلمت السيد رئيس الوزراء فيها والسيد وزير الري وإحنا ما إحناش لاقيين حلول له خالص. المصرف ده لازم يشوف لازم يجيله أماكن رفعه لازم المية تتحل يا جماعة. المية بتنزل على لغاية بطين مية ما حدش أنا عايز اللجنة دي تنزل وتقف على المصرف انطقت انها تشم المية بتاعته. مش هم مش هتقدروا تشموها بس المية هتقدروا تمشي. أنا يعني عايز أقول الحقونا لأن الأمراض بقت في كفر الشيخ وفي الغربية بقت أمراض ما عادش لها علاج. خلاص الفشل الكلوي والكبد بقى منتشر هناك بطريقه رهيبه. احنا عايزين ما خلاص يعني كله مصاب بالامراض يا يوسف. هو احنا عايزين نلحق يا جماعه عايزين نلحق اللي لسه فاضل. احنا لو ما زرعناش رز احنا ما عندناش استفاق يعني اكتفاء ذاتي للقمح. ما عندناش احنا بنستورد القمح يمكن الرز ده بيسند شويه على القمح لان ما فيش بيت في مصر ما بياكلش وجبه رز في اليوم. يعني هي بتعتبر سنه على العلم. الرقم العين الرقم الحلم الموس احنا تعبانين كفلاحين. انتوا بتتكلموا عن الحلم احنا مش عارفين نحلمه مش عارفين ننامه اساسا مش عارفين ننام اساسا. الرص عندنا بيتعرف على الرص بتاع السنه اللي فاتت والرص ده فيه ميزه نسبيه مش موجوده الا في مصر. احنا محروبين من الرص اللي احنا بنزرعوه واحنا محافظات ساحليه. الميه بتاعتنا رجعنا انك تسمعينا ضفره شيء الميه بتاعتنا الميه ملوثه هي ارض ميه في الدنيا. وعشان كده احنا قلنا يا جماعه احنا محطات رصه وان شاء الله نقابل المهندسين وايدكم معانا نشيل التلوث ده. عندنا محطه ميه شرب اطراف الانهار في تفيله محطه ميه شرب في تفيله شغلات تحلل الميه عشان يشربوها عاملاها اليابان حطت عليها الكمبيوتر وحط عليه مقاييس المياه العالميه عشان خاطر تسقي الناس ميه سالحه. ما رضتش المحطه تشتغل لان نسبه التلوث اكتر من 70%. الميه دي بتترمي في البحر المتوسط كصرف صناعي وزراعي وصحي بيحطوها في العين زراعي عليها رز بغرامتهم الفدان ب 1800 جنيه غرامه رز علشان خاطر انه لحق الميه قبل ما ترمي في البحر المتوسط زرع بيها. انا عايز اكلم الاستاذ محمد سليمان الدكتور محمد سليمان يرحمونا. احنا الدم احنا عالجنا دم ارحمونا. الغرامات موتت الفلاحين واحنا مش عشان نتكلموا كلنا مهندسين ودكاتره نتكلموا ونسيبوا الناس الميتين ميتين. لا مين اللي قال والدعوه كانت مفتوحه احنا بنرجوكم بنرجوكم ده انا عايز نقيم الفلاحين والمجتمع المدني يكون موجود. بنرجوكم يا دكتوره شيرين بلغوا صبر غرامه الفلاحين بيذبحوه بيموتوه والله بيدفع 1800 جنيه على الفدان وهو مفروض ياكل وعبر مش لاقي ياكل بيدفع 1800 جنيه على الفدان يخش السجن. قول يا جدع بيناموا في الاراضي ما بيستروش يناموا في الدور بغرامات الرز وهو الرز فيه ميزه نسبيه اما ما يزرعش رز يزرع ايه؟ مثل الوزراء فين؟ بيتكلموا على الرز على الميه الملوثه. هو انتوا عملت لهم محطات ترخيه على نهر النيل وما بنصوش هم بيرموا الميه الملوثه في نهر النيل من ايه؟ عشان ما فيش محطات ترخيه. هو هيشربها؟ هيحللها هو؟ في مركب عاملينه اليابانيين اسمه بكتيريا صالحه اسمها اي ام. خدوا الميه دي الميه الملوثه حطوا عليها الاي ام بكتيريا هتاكل المواد الصلبه والمواد المسممه وتخلي الميه تقيل. الفلاح ما يعرفش يعمل الدوله اللي تعمل. احنا جايين للعقل المنفذ اللي هو المهندسين.